بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هذه له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا دروس الفقه في منار السبيل عند قول المتن ويحرم على المحدث الصلاة، لحديث ابن عمر مرفوعا، حديث رقم 120: لا يقبل الله صلاة بغير ظهور ولا صدقة من غلول. يقول رواه البخاري الجماعة إلا البخاري. وفي حديث أبي، هناك أيضا حديث عن أبي هريرة مرفوعا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا متفق عليه. فقوله ويحرم على المحدث الصلاة فرضا كانت الصلاة أو سنة، المحدث يحرم عليه أن يصلي طبعا فريضة أو نافلة بالسنة والإجماع. الدليل على ذلك السنة والإجماع. فمن أحدث حرمت عليه الصلاة، يعني يحرم عليه أن يصلي وهو محدث، لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صدقة بغير ظهور. لا يقبل الله صدقة بغير ظهور، هذا رواه مسلم. والمراد بالطهور فعل الطهارة. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث، وأجمعوا على أنها لا تصح منه، سواء أن كان أو سواء أن كان عالما بحدثه أو جاهلا أو ناسيا. لكنه إن صلى جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه، وإن كان عالما بالحدث، يعرف أنه غير متوضئ، إن كان يعني جاهلا أو ناسيا لا إثم عليه، لكن لا تصح الصلاة أيضا. الفرق بين الجهل والنسيان وبين العلم أنه يصلي وهو متعمد، أن في الجهل والنسيان لا إثم عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن إن صلى وهو محدث وهو يعلم أنه محدث، وإن كان عالما بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث، يعني عالما أنه محدث وعالما أيضا أن الصلاة تحرم على المحدث، ومع ذلك صلى، يقول: فقد ارتكب معصية عظيمة، ولا يكفر عندنا بذلك إلا أن يستحله. لأن هذه مسألة من المسائل التي قيل بتكفير فاعلها. الشخص الذي يتعمد أن يصلي هو يعلم أنه محدث على غير وضوء، ويعلم أن الصلاة تحرم على المحدث، ومع ذلك دخل في الصلاة، فبعض العلماء يكفرونه، يعتبرون هذا مستهزئا، هذا مستهزئ بالصلاة. يقول الإمام النووي: أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث، وأجمعوا على أنها لا تصح منه، سواء أكان عالما بحدثه أو جاهلا أو ناسيا. لكنه إن صلى جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه، وإن كان عالما بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصية عظيمة، ولا يكفر عندنا بذلك إلا أن يستحله. وقال أبو حنيفة: يكفر لاستهزائه. دليلنا أنه معصية فأشبهت الزنا وأشبهه، يعني هذا مثل أي معصية يرتكبها الإنسان، ما لم يستحلها فإنه يفسق ولا يكفر. هذا كله إذا لم يأتي ببدل ولا اضطر إلى الصلاة محيثا. إذا لم يأتي ببدل، يعني هو كالتيمم مثلا، واضح، ولا اضطر إلى الصلاة محيثا، اضطر وضيق عليه بحيث كان فاقد الطهورين مثلا، واضطر أن يصلي بلا طهور، بلا ماء ولا تراب، على قول من يقول بذلك أن فاقد الطهورين يصلي بحاله، واضح. فهذه استثناءات. أما المستحاضة والذي عنده سلة بول وسائر من به حدث دائم، ومن صلى بالتيمم، ومن صلى الفرض بلا ماء ولا تراب لعدمهما،
أو أكره على الصلاة محدثا فلا شك في أنه لا إثم عليه في هذه المواضع في الصلاة وإن كان محدثا. يعني المستحاضة معروفة بالاستحاضة الذي عنده ثلاث بول يتوضأ للصلاة ويصلي حتى لو إيه خرج منه شيء، لأن هذا لا يصلي، هذا مريض معذور في ذلك كما سيأتي إن شاء الله. هذا يسمى وضوء المعذور، يتوضأ لكل صلاة ويصلي حتى لو نزل منه شيء لا يؤثر ويستمر على الصلاة. كذلك من به حدث دائم، ومن صلى بالتيمم أيضا لم يتطهر طهارة حقيقية لكنها طهارة حكمية بالتراب، ومن صلى الفرض بلا ماء ولا تراب لعدمهما فاقد الطهورين، أو شخص أكره على الصلاة محدثا فلا شك في أنه لا إثم عليه في هذه المواضع في الصلاة وإن كان محدثا. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله. لا يكفر من صلى محدثا عند أحمد ومالك والشافعي ولو عالما، حتى لو كان عالما بالأمرين، عالما بأنه محدث وعالما بأن الصلاة تحرم على المحدث ومع ذلك صلى، فلا يكفر عند الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من صلى بلا وضوء فيما تشترط له الطهارة بالإجماع كالصلوات الخمس فجمهور العلماء على أنه يعذر، يعاقب، يعذر ولا يكفر إلا إذا استحل ذلك واستهزأ بالصلاة. انتهى كلام شيخ الإسلام. تشمل عبارة ويحرم على المحدث الصلاة، قلنا من قبل تشمل الفريضة والنافلة، وتشمل أيضا صلاة الجنازة فتحرم صلاة الجنازة على المحدث كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وكما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه الفقهاء من السلف والخلف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: صلاة الجنازة صلاة لأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهو قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف عنهم فيه خلاف، وقول الأئمة الأربعة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها صلاة، وكل ما كان تحريمه التكبير وتحليله التسليم فلا بد من افتتاحه بالطهارة. انتهى كلام ابن القيم. بعض العلماء قال إن خاف فوت صلاة الجنازة تيمم، وهذا سيأتي إن شاء الله فيما بعد في صلاة الجنازة. يعني بعض العلماء ذهب إلى أن الحال استثناء أن الشخص إذا خشي أن تفوته صلاة الجنازة إن اشتغل بالوضوء لا يجد ماء أو العذر الآخر فإنه يتيمم ليدرك ويأتي بالبدل، بدل الطهارة وهو التيمم ليدرك صلاة الجنازة ولا تفوته. وحكى ابن حزم والنووي وغيرهما عن بعض العلماء جوازها بلا وضوء ولا تيمم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، اختار أنه يجوز أن يصلي الجنازة بلا وضوء ولا تيمم، وألحق بذلك سجود التلاوة والشكر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والصحيح أنه يجوز، يعني بلا إيه طهار، بلا طهار يعني ولو محدثا يعني، ولكن سجودها، هو الكلام كان على سجدة التلاوة والشكر. قال شيخ الإسلام: والصحيح أنه يجوز ولكن سجودها على طهارة أفضل باتفاق المسلمين، وقد يقال يكره مع القدرة على الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم للذي سلم عليه: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فهذه تدل على عموم استحباب يعني الطهارة لذكر الله عز وجل سواء سجود شكر أو سجود تلاوة أو يعني قراءة قرآن أو غير ذلك أو رد السلام حتى، لأن سبب ورود هذا الحديث أن رجل سلم عليه عليه الصلاة والسلام وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من الوضوء ثم قال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فإذا كان هذا في مجرد رد السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فاستحب لهذا القبر أن يكون على طهر، فكيف بما هو أكثر منه ذكرا. أيضا معلوم أن الإنسان إذا توضأ لنافلة صلى فريضة، يعني الوضوء عبارة عن رفع الحدث كما بينا من قبل، رفع ما يمنع الصلاة بالحدث. فإذا الإنسان توضأ لأي شيء مما يستحب له الوضوء أو يجب، فإذا توضأ صح أن يفعل أي شيء يجوز فعله بالوضوء أو يشترط في فعله الوضوء أو حتى يستحب. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا أعلم في هذه المسألة خلافا، يعني أن الشخص لو توضأ حتى يصلي نافلة يصبح هذا الوضوء لأن يصلي به فريضة. لو رجل توضأ للنوم، الوضوء مستحب عند النوم، هل يصح أن يصلي به أم لا يصح أن يصلي بهذا الوضوء؟ لو توضأ مثلا
لقراءة القرآن يصح أيضا أن يصلي به لأن الحدث ارتفع. يقول ابن القدامى: لا أعلم في هذه المسألة بخلافا، وذلك لأن النافلة تفتقر إلى رفع الحدث كالفريضة، وإذا ارتفع الحدث تحقق شرط الصلاة وارتفع المانع فأبيح له الفرض. وكذلك كل ما يفتقر إلى الطهارة كمس المصحف والطواف إذا توضأ له ارتفع حدثه وصحت طهارته وأبيح له سائر ما يحتاج إلى الطهارة. هذا كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. فهذا فيما يتعلق بقوله هنا: ويحرم على المحدث الصلاة، لحديث ابن عمر مرفوعا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. رواه الجماعة إلا البخاري. يقول: ويحرم على المحدث الصلاة والطواف. أيضا يحرم على المحدث أن يطوف بالكعبة المشرفة، فإن طاف وهو محدث عصى ولم يصح طوافه، يعتبر ارتكب معصية ولا يصح له هذا الطواف. يقول: والطواف فرضا كان أو نفلا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. رواه الشافعي وصححه الألباني، حديث رقم 121. الطواف بالبيت صلاة، هذا حديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. أيضا هذا صححه النووي. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ للطواف، لما أراد أن يطوف توضأ وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وسواء الطواف في حج وعمرة وغير ذلك، والله تعالى أعلم. وقولنا وغير ذلك، يعني الطواف هذا عبادة مستحبة في أي وقت. بعض الناس يعني نتيجة جهلهم يحرمون أنفسهم من خير كبير. بعض الناس يذهبون للحج أو العمرة ولا يطوف إلا في مناسك الحج أو مناسك العمرة فقط، ولا يعرف أن الطواف عبادة مستحبة إنسان يستزيد منها ويستكثر ما استطاع إلى ذلك السبيل. يعني إذا الذي يدخل مكة الذي لا يؤدي عمره ولم يحج أمامه الكعبة لا يطوف، بل أفضل العبادة بالذات للآفاقي الذي هو بعيد عن مكة أن يعني أولى له أن يشتغل بالطواف التطوع أكثر من أن يعني يشتغل بصلاة النافلة في المسجد الحرام. ثم ذكر الأمر الثالث الذي يحرم على المحدث، وهو يقول: قال: ومس المصحف ببشرته بلا حائل. ومس المصحف ببشرته بلا حائل، وفي الحقيقة هذا موضوع مهم جدا، خاصة بعدما ذكرناه وصدرنا به الكلام من استحباب قراءة القرآن مطلقا. أفضل الذكر هو قراءة القرآن، أفضل ما يذكر الله تبارك وتعالى به. فالقرآن يعني هو دستور هذه الأمة والمصدر الرئيسي لتشريعها، وتلاوته من أفضل العبادات. فما في شك أننا نحتاج إلى معرفة حكم مس المصحف للإنسان الغير طاهر أو الحائض أو الجنب، وحكم قراءة القرآن أيضا. فهذه جملة من الأحكام تمس الحاجة إليها، سواء كانت يعني الطهارة المطلوبة لمس المصحف الطهارة الصغرى أو الكبرى، لأن في مثل هذا الزمان وبالذات مثلا بالنسبة للنساء، النساء كثر احتياج النساء لهذه المسألة، حيث ازداد إقبال النساء على تعلم القرآن الكريم، وصارت هناك مدرسات مثلا تدرس القرآن، هناك طالبات يدرس القرآن، فقد يحصل مثل هذا الأمر في حال يعني الحيض. فما حكم قراءة المرأة أو من المصحف أو مس المصحف أو غير ذلك في مثل هذه الظروف؟ فنبدأ أولا بدراسة هذه المسألة الموجودة هنا في الكتاب، وهي حكم مس المصحف للمحدث. ويجب من البداية أن نفرق بين أمرين، نفرق بين لمس المصحف وبين قراءة القرآن. فكلمة المصحف حيثما أطلقت يجب أن تفهم أنها الأوراق، أوراق المصحف، لأن المصحف يعني مأخوذ من كلمة أصحف، فهي اسم مفعول من أصحف. أصحف يعني جمعت فيه الصحف، جمعت فيه الصحف. وفي الحقيقة
ان مس المصحف لغير المتوضئ او غير المتطهر يعني امر يحرمه عامة العلماء، بل ان بعضهم حكى فيه الاجماع او ما يكاد يقارب الاجماع. فتحريم مس المصحف المحدث او لغير المتطهر يكاد يجمع الفقهاء عليه. اختلاف الفقهاء في هذه المسألة هو هل هذا الحكم حكم مس المصحف، تحريم مس المصحف لغير المتطهر، هل هذا الحكم مستنبط من القرآن الكريم او هو مأخوذ من دليل اخر غير القرآن الكريم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. القول الاول وهو قول جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة ومن الصحابة علي وسعد بن ابي وقاص وابن عمر وسلمان رضي الله تعالى عنهم اجمعين، ومن التابعين الحسن وعطاء وطاووس والشعبي والقاسم ابن محمد. هؤلاء أجمعون متفقون على تحريم مس المصحف على المحدث. قال ابن قدامة ولا نعلم لهم مخالفا إلا داود، يعني داود الظاهري، واستدلوا بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة. أما الكتاب فهو قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالآية دالة على عدم جواز مس المصحف للمحدث لأنه ليس بطاهر. فهذا هو يعني بداية نقاش العلماء في هذه المسألة في تفسير قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. أكثر المفسرين على أن المقصود بالمطهرين في هذه الآية الملائكة، لأن يعني الخلاف هنا ناشئ في تفسير الآية عن أمرين. الأمر الأول قوله تبارك وتعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، هذا الضمير هل هو يعود إلى يعني قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، هل الهاء في كلمة لا يمسه تعود إلى القرآن الكريم أم إلى الكتاب المكنون؟ لا يمسه إلا المطهرون، هل المقصود لا يمس القرآن الكريم إلا المطهرون أم لا يمس الكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظ إلا المطهرون؟ هذه واحدة. الثانية من هم المطهرون؟ فمن قائل هم الملائكة أو الرسل بتعبير آخر، الرسل من الملائكة والرسل من الأنبياء لأنهم مطهرون من المعاصي ومطهرون من النقص والذنوب. والبعض الآخر قال لا يمسه إلا المطهرون، يعني المتطهرين الذين هم على وضوء وطهارة. واختلفوا لأن كلمة طاهر كما سيأتي إن شاء الله هي كلمة مشتركة. فأكثر المفسرين على أنه عنا بالآية الملائكة، فنفي مسه كناية عن لازمه، لا يمسه يعني أنه لا يطلع عليه وعلى ما فيه إلا المطهرين. والمراد بالمطهرين حينئذ إما جنس الملائكة أو من هو أو من نزل به وهو روح القدس، فيكون ذلك مثل قوله تبارك وتعالى في سورة عبسة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وطهارتهم نقاء ذواتهم عن كدورات الأجسام أو عن المخالفة والعصيان. وقال ابن زيد زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون كما قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وقال محمد بن الفضل لا يقرأه إلا الموحدون، لا يمسه إلا المطهرون، يعني لا يقرأ القرآن إلا الموحدون. قال بعض العلماء فالآية دالة على عدم جواز مس المصحف للمحدث لأنه ليس بطاهر. وأجيب عن هذا الاستدلال بأمرين. قالوا لا، ليس هذه الآية علاقة بالمتطهر. قالوا إن الضمير في الآية عائد إلى الكتاب لا إلى القرآن، لا يمسه يعني الكتاب كما قال في الآية هنا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، في كتاب مكنون يعني اللوح المحفوظ.
والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ، فعلى هذا يكون المراد مس الملائكة أو مس الملائكة للوح المحفوظ. قال الشوكاني في نيل الأبصار بعد الاستدلال بالآية للمانعين، وهو لا يتم إلا بعد جعل الضمير راجعا إلى القرآن، يعني لا يتم أو لا يصح استدلال من يمنعون مس المصحف لغير المطهر، لا يتم يعني استدلالهم بالآية إلا على قول لا يمسه، أي لا يمس القرآن وليس لا يمس إيه الكتاب، وهذا خلاف قول عامة أهل التفسير، فإنهم بثروا أرجعوا الضمير الهاء إلى الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ وليس إلى القرآن الكريم. والظاهر رجوعه أي الضمير إلى الكتاب وهو اللوح المحفوظ لأنه الأقرب، والمطهرون الملائكة، يعني هذا القرآن موجود في اللوح المحفوظ الذي لا يمسه أي اللوح المحفوظ إلا الملائكة المطهرون. بعض العلماء قالوا بل هناك قرينة في الآية تدل على أن المقصود هو المصاحف التي بأيدينا وليس اللوح المحفوظ، قالوا هذه القرينة هي قوله تبارك وتعالى تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين، تنزيل يعني هو تنزيل، معناه يعني أي هو منزل من رب العالمين، فسمي المنزل تنزيلا يعني كنوع من الاتساع اللغوي، كما تقول للمقدور قدر وللمخلوق خلق، تقول هذا خلق الله يعني هذا مخلوق الله، كذلك تنزيل يعني هو المنزل من عند الله. فقوله مباشر قالوا ان القرينة هنا تفيد ان ايه، ما هو الشيء الذي نزل من رب العالمين، ما الذي نزل الينا، هو هذا المصحف، فقالوا هذه قرينة تدل على ان الهاء تعود الى القرآن الكريم لانه هو المنزل تنزيل من رب العالمين، وما نزل الينا الا ما هو موجود في هذه المصاحف. قال الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ان استدل بالآية، قال فوصفه بالتنزيل أو فوصفه بالتنزيل، وهذا ظاهر في المصحف الذي عندنا، فإن قال المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، ولهذا قال يمسه على الخبر، ولو كان المصحف لقال يمسه بفتح السين على النهي، معنى هذا الكلام إيه؟ قالوا إن قوله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، اللا هنا ظاهر أنها لا ناهية أم نافية؟ ناهية أم نافية؟ نافية. طيب وبيقول ناهية، لو كانت ناهية تبقى ننطقها ازاي الآية، كيف نقرأها لو كانت لا ناهية؟ لا يمسه، لو كانت ناهية يعني لا تمسه إلا من كان مطهرا، فيقول لا يمسه لو كانت ناهية، لكن قوله لا يمسه دل على أنها لا إيه؟ نافية، لا يمسه. فالفريق الذي قال لا علاقة بهذه الآية يعني بعموم البشر إنما هي في الملائكة، الدليل أن هنا خبر في الآية لا يمسه إلا المطهرون، لو كان مقصود الأمر وتكليف الناس أن لا يمس المصحف إلا من هو مطهر لكان القول يقول إيه لا يمسه، يعني أنها إنهي فيكون فيها تحريم، لكن هذا خبر يقول لا يمسه يعني لا يمس اللوحة المحفوظة إلا المطهرون يعني الملائكة. فالإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر هذا الاعتراض من المانعين من المبيحين يعني، فقال الجواب أن قوله تعالى تنزيل ظاهر في إرادة المصحف، فهذا أول جواب، أن اللي بيرد على اللي بيقوله أن الضمير في لا يمسه يعود على اللوح المحفوظ، قال لا، قوله بعد ذلك مباشرة تنزيل من رب العالمين يدل على أن الهاء تعود إلى إنه لقرآن كريم، إلى القرآن المصحف، واضح؟ بدليل أنه قال بعد ذلك تنزيل والذي نزل هو القرآن، فلا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح. وأما رفع السين فهو بلفظ الخبر، رفع السين يعني لا يمسه، صحيح ظاهرها الإيه؟ الخبر، لكن المقصود بها النهي، قالوا نعم هي ظاهرها الخبر لكن المقصود بها الإيه؟ النهي، كقوله لا تضار والدة بولدها، على يعني هذه القراءة المشهورة، لكن إذا أردنا الشاهد هنا فهناك قراءة أخرى لا تضار والدة بولدها، لا تضار والدة بولدها هذا خبر، لكن المقصود به النهي، يعني لا
نافية قصد بها الناهية، وقوله تبارك وتعالى لا يبيع أحدكم على بيع أخيه بإثبات الياء، فظاهرها الخبر لكن المقصود بها أنه لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، لكن المقصود إيه؟ لا يبع أحدكم، المقصود بها النهي. ونظائره كثيرة مشهورة وهو معروف في العربية، كما يقول عز وجل أيضا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فهنا ظاهرها الخبر لكن المقصود بها الإيه؟ النهي. فهذا جوابهم. أيضا قالوا إن القرآن الكريم كما أنه محفوظ في الصدور، محفوظ أيضا كما هو محفوظ في الصدور كذلك هو مسجل في السطور كما قال تعالى في صحف مكرمة. وعلى هذا التفسير بأن المراد بالكتاب المكنون المصحف يكون معنى مكنون، يعني إن إيه؟ إنه لكتاب، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، اللي هو الإيه؟ في كتاب مكنون يعني المصحف. ما معنى مكنون؟ مكنون يعني محفوظ من التبديل والتغيير، يكون على حد قوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكذلك هنا يكون معنى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون يعني محفوظ من التبديل والتغيير، نفس هذا المصحف الذي بأيدينا. والضمة في لا يمسه للإعراب وللإتباع وليست للإعراب. على أي الأحوال المقصود من ذلك كله الإشارة إلى أن تلك الصفة هي صفة من صفات القرآن وطبيعة من طبائعه ولازم من لوازمه لشرفه وعظم شأنه. فهذا هو بالنسبة للوجه الأول في تفسير قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. على أي الأحوال الحقيقة أن الآية ليست دلالتها قوية على هذه المسألة، لكن نحن نذكرها حتى نستطيع أن نتعلم يعني كيف استنبط بعض العلماء منها تحريم مد المصحف للمحدث على المحدثين، أنهم استدلوا من هذه الآية إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ف الخلاف الأول في كلمة لا يمسه، هل الهاء تعود إلى القرآن أم تعود إلى الكتاب المكنون؟ إذا قلنا تعود إلى القرآن الكريم فيبقى الكلام هنا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، يعني لا يمسه إلا المطهرون، فيستقيم الاستدلال بها. لكن يبقى الخلاف أيضا في معنى المطهرون، لأن المؤمن لا ينجس أبدا حيا ولا ميتا كما سيأتي، فيبقى أيضا ليس في الآية نص واضح أو قاطع على أن المقصود بها منع المحدث من مس المصحف، لأن المحدث يطلق عليه أيضا لفظ الطاهر كما سيأتي إن شاء الله. فالآية الدلالة على المسألة ليست قوية كما ترونها. الأمر الآخر أن الطاهر، هذا هو الشق الأول، لا يمسه، ناقشنا هل الهاء تعود إلى القرآن أم إلى الكتاب. فإذا قلنا إلى الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ نقول لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة والرسل من الأنبياء لأنهم مطهرون من النقائص والذنوب والمعايب. يبقى أيضا الكلام في المطهرون، حتى لو سلمنا أن الهاء تعود على المطهرين لا يمسه إلا المطهرون، فبعض المفسرين قالوا لا يمس القرآن إلا المطهرون بالتوحيد الموحدين، فالطاهر ليس نصا ولا ظاهرا في إرادة التطهر من الحدثين، لأن لفظ الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر ومن ليس على بدنه نجاسة. كلمة الطاهر مشتركة، لفظ مشترك بين أربعة معاني، تطلق الطاهر على المؤمن، على المؤمن، من يذكر الدليل على ذلك؟ نعم، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، فالمشرك نجس نجاسة معنوية لما هو عليه من الشرك. أيضا من السنة، نعم صحيح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه
وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس لا ينجس. تعرفون سبب ورود هذا الحديث؟ نعم أيوة نعم. فحينما انخنس أبو هريرة رضي الله عنه واختبأ من النبي عليه الصلاة والسلام فلما سأل عن ذلك قال يعني كرهت أن أسلم عليك وأنا لست على طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا المؤمن بهذا المعنى لأنه المؤمن عكس المشرك، المشرك نجس فالمؤمن الموحد طاهر. المؤمن أيضا لا ينجس مع أن أبو هريرة كان في هذه الحالة متلبسا بالحدث الأكبر الجنابة، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس. فهذا دليل على أن كلمة طاهر تستعمل في حق المؤمن الموحد في أي حال من الأحوال، حتى لو كان جنبا فهو يسمى أيضا طاهرا. تطلق الطاهر أيضا على الطاهر من الحدث الأكبر، تطلق على الطاهر من الحدث الأكبر، والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم جنبا فطهروا. يعني معنى ذلك الإنسان إذا أزال الجنابة يوصف بأنه طاهرا، فالمؤمن الذي ليس جنبا فهو طاهر. يعني المؤمن اللي مش جنب لكن غير متوضئ يسمى أيضا طاهرا على هذا المعنى. الطاهر ليس نصا ولا ظاهرا في إرادة التطهر من الحدثين، يعني لا نستطيع أن نقطع بأن المتطهر هنا المقصود به المتطهر من الحدث، لأن المتطهر أو الطاهر تطلق على هي تسمى لفظا مشتركا، يعني وهو المشترك هو لفظ وضع لمعنيين أو أكثر بأوضاع متعددة، يكون اللفظ يشمل أكثر من معنى، كمثلا لفظ القر أو القر تطلق على الحيض تطلق على الطهر، ثلاثة قروء. كذلك مثلا كلمة العين، العين هذا لفظ مشترك يطلق على العين الباصرة ويطلق على عين الماء ويطلق على الجاسوس أيضا يسمى عينا ويطلق أيضا على السلعة، هذه العين يعني هذه السلعة. كذلك مثلا كلمة المولى تطلق على المعتق وعلى العتيق نفسه، فكذلك طاهر تطلق على تطلق بالاشتراك على المؤمن والطاهر من الحدث الأكبر والطاهر من الحدث الأصغر ومن ليس على بدنه نجاسة. ذكرنا الدليل على إطلاقه على الأول وهو المؤمن قوله تعالى إنما المشركون النجس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. الدليل على أنها تطلق على الطاهر من الحدث الأكبر قوله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، يعني ارفعوا هذه الجنابة بالطهارة. فإذا اغتسل الإنسان ورفع حكم الجنابة ولم يكن ونقض وضوءه رفعت الجنابة فهذا أيضا يسمى طاهرا مع أنه محدث حدث أصغر. كذلك تطلق على المتطهر من الحدث الأصغر، ما الدليل؟ الدليل ذكرناه في بحث المسح على الخفين. أي نعم هذا هو الدليل صحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الخفين قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرين. فهنا أطلق على الإيه على يعني وصف على النجاسة على الطهارة من الحدث الإيه الأصغر، دعهما فإني أدخلتهما طاهرين. أما الرابع الطاهر هو من ليس على بدنه نجاسة، فالإجماع على أن الشيء الذي ليست عليه نجاسة حسية ولا حكمية يسمى طاهرا. بعض العلماء
يعني لما قيل لهم هذا الكلام يعني ان الطاهر لفظ مشترك بين اربع معاني كما اشرنا، فلماذا قصرتم المعنى فقط على المتطهر من الحدث الاصغر؟ فأجيب عن هذا الاستدلال بأنه لا مانع أن يحمل اللفظ المشترك على جميع معانيه في اللغة العربية. قيل لهم فلو أريد ما قلتم لقال لا يمسه إلا المتطهرون، لأن الطهارة هنا كتبية، المتطهرون كتبية، لكن المطهرون هذه طهارة ذاتية، هم بخلقتهم طاهرون كالملائكة. فالجواب أنه يقال في المتوضئ مطهر ومتطهر. على أي الأحوال اختلاف الفقهاء في دلالة هذه الآية على المسألة التي نناقشها راجع إلى أمرين. الأول اختلاف الفقهاء في إرجاع الضمير في قوله لا يمسه، هل يعود إلى المصحف الذي بأيدينا أو إلى الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ. الأمر الثاني الاختلاف في قوله المطهرون وما فيه من اشتراك، هل يراد به المتطهر من الحدث أو الملائكة؟ ولا يخفى عليك اختلاف المفسرين في معنى هذه الآية، ولهذا اختلف الفقهاء في دلالتها. فقال الواحدي أكثر المفسرين على أن الضمير عائد إلى الكتاب المكنون أي اللوح المحفوظ. وطبعا قلنا في كده أن حتى المخالفين يقولوا كتاب المكنون مقصود إيه؟ إذا قصدنا اللوح المحفوظ ده أشهر تفسير، لكن أيضا ممكن يأولوا الكتاب المكنون ويقولوا أن الكتاب المكنون تطلق أيضا على المصحف. لماذا؟ أنه مكنون بمعنى محفوظ من التبديل والتغيير في السطور، كما أنه حفظ في السطور، حفظ في الصدور وحفظ في السطور من أن يطرأ عليه تبديل أو تغيير، فلذلك فهو مكنون أي محفوظ من التحريف، كقوله إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. قال الواحدي أكثر المفسرين على أن الضمير عائد إلى الكتاب المكنون أي لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون، يعني الرسل من الملائكة أو الرسل من الأنبياء، لأن لهم طهارة ذاتية طهارة الملائكة. ويقول وهم الملائكة والرسل من بني آدم. ومعنى لا يمسه المس الحقيقي، وبه قال ابن عباس وأنس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو الشعثاء جابر بن زيد والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم، وقال بعضهم لا ينزل به إلا المطهرون، يعني لا ينزل به من السماء إلا المطهرون يعني الملائكة. وقال قتادة لا يمسه إلا المطهرون من الأحداث والأنجاز. وقال الكلبي المطهرون من الشرك يعني الموحدين. وقال الربيع بن أنس المطهرون من الذنوب والخطايا يعني من الملائكة والرسل. وقال محمد بن الفضل وغيره معنى لا يمسه أي لا يقرأه إلا المطهرون أي إلا الموحدون. وقال الفراء لا يجد نفعه وبركته إلا المطهرون أي المؤمنون. وقال الحسين بن الفضل لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من طهره الله من الشرك والنفاق. وقال آخرون المراد بالكتاب المصحف فلا يمسه إلا المطهرون من الحدث الأكبر والأصغر. وبه قال علي وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعطاء والزهري والنخعي والحكم وحماد، وهو قول الجمهور على ما تقدم. قال الجصاص أبو بكر الجصاص بعدما ذكر المسألة إن حمل اللفظ على حقيقة الخبر، إن حمل اللفظ على حقيقة الخبر فالأولى أن يكون المراد القرآن الذي عند الله والمطهرون الملائكة، يعني على حقيقة الخبر. يعني إذا قلنا لا يمسه نافية يراد بها النفي وليس يراد بها النهي، هذا معنى كلام الدصاص. يقول إذا حملناه على أنه لا يمسه أن هذا يعني أن هذا النهي يعني هذا نفي وليس نهيا، فحينئذ يقول إن حمل اللفظ على حقيقة الخبر فالأولى أن يكون المراد القرآن الذي عند الله في اللوح المحفوظ والمطهرون الملائكة. وإن حمل على النهي وإن كان في صورة الخبر كان عموما فينا يشمل الملائكة والرسل ويشملنا نحن أيضا، فلا يمس القرآن إلا المطهرون من بني آدم. يقول الجصاص هذا أولى لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار متظاهرة
أنه كتب في كتابه لعمر بن حزم ولا يمس القرآن إلا طاهر، فوجب أن يكون نهيه ذلك بالآية إذ فيها احتمال له. قالوا أن الآية محتمل أن يكون مقصود بها خبر مقصود به الإيه؟ النهي، ثم جاء الحديث بالنهي عن مس القرآن لغير الطاهر، فجاء الحديث رجح هذا الاحتمال الموجود في الآية، رجح أحد الاحتمالين. واضح؟ قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. هذا مذهب الأئمة الأربعة، أن لا يمس المصحف إلا طاهر إلا من كان متوضئا. قال الوزير وهو ابن هبيرة رحمه الله: أجمعوا على أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف. فإن قيل داود خالف الظاهري فبماذا يجاب؟ داود الظاهري لا يعتد به في مخالفة الإجماع، لكن هذا الإجماع والله أعلم قد يكون فيه نظر، لأن هناك رواية عن أبي حنيفة تجيز مس المصحف لغير للمحدث يعني، فوالله أعلم قد يكون في حكاية الإجماع نظر، كما قال الوزير أجمعوا أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف، فيصعب أن يدعى الإجماع والله أعلم في هذه المسألة. لكن ما في شك أن حكاية مثل هذا الإجماع عن الوزير إنه غير هو من هو يفيد قوة يعني كبيرة لهذا المذهب، فعلى الإنسان أن يهاب مخالفة ما هذا شأنه، الإنسان يتهيب أن يخالف مثلا مسألة اتفق عليها العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم من الصحابة والتابعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حقيقة استدل بها استدلا لطيفا يعني مخالف لما سردناه، فقال: إن الآية تدل على الحكم من باب الإشارة، من باب الإشارة والإيماء والتنبيه، فإذا كان الله تبارك وتعالى يخبر أن الصحف المطهرة في السماء لا يمسها إلا المطهرون، فالصحف التي بأيدينا كذلك ينبغي أن لا يمسها إلا طاهر. قال: حتى لو فصلنا الآية، لو فصلنا الآية أن لا يمسه إلا المطهرون، أن هذا هو اللوح المحفوظ، القرآن الكريم اللي موجود في اللوح المحفوظ، والذي لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة، فيقول إذا كان هذا شأن القرآن الذي هو كلام الله في اللوح المحفوظ أنه لا يمسه تعظيما له إلا المطهرون، فكذلك ينبغي أيضا نحن المصحف الذي بأيدينا ينبغي ألا نمسه إلا ونحن طاهرون تشبها بالملائكة. واضح؟ وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، هذا رواه مسلم. هذا بالنسبة لدليل الدليل القرآني على هذه المسألة والنقاش فيه. أما أدلته من السنة فحديث أبي بكر ابن عمرو ابن حزم وحديث ابن عمر وحكيم ابن حزام وعثمان ابن أبي العاص، وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر أو لا يمس القرآن إلا طاهر. قال ابن عبد البر في حديث أبي بكر ابن حزم إنه أشبه بالتواتر لتلقي الناس له بالقبول، وشهد له عمر ابن عبد العزيز والزهري وغيرهم بالصحة، وقال أحمد لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له. وفي الحقيقة هناك نقاش طويل فيما يتعلق بسند هذا الحديث لا نطيل يعني فيه، لكن باختصار شديد نقول إن بعض العلماء صححوا وكثير من العلماء صححوا بجمع يعني روايته بعضها إلى بعض، كما ذهب إلى ذلك الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى. أما ما يستدل به أيضا فهو ما رواه الدارقطني، الدارقطني روى قصة أيضا إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستدلوا به أيضا على نفس هذا الأمر فلا بأس من سردها وإن كانت ضعيفة. ففي هذه القصة أن عمر رضي الله عنه خرج متوحشحا سيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله، وهو يريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فلقيه نعيم بن عبد الله فقال: أين تريد يا عمر؟ قال: أريد محمدا هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله. فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ أفلا ترجع إلى أهلك فتقيم أمرهم؟ فقال: وأي أهل بيتي؟ مين من أهل بيتي؟ وأي أهل بيتي؟ قال: ختنك
وابن عمك سعيد بن زيد اللي هو زوج أخته، ختنك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله أسلم وتابع محمدا عليه الصلاة والسلام على دينه فعليك بهما. قال فرجع عمر عامدا إلى أخته وختنه، وعندهما خباب بن الأرت معه صحيفة فيها طه يقرئهما إياها. فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في مخدع لهم أو في بعض البيت، وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها، وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهما. فلما دخل قال ما هذه الهينمة التي سمعت؟ قال له ما سمعت شيئا؟ قال بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه، وبطش بختنه سعيد بن زيد، فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها فضربها فشجها جرحها. فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك. ولما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع فرعوى، وقال لأخته أعطني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤونها آنفا أنظر ما هذا الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. وكان عمر كاتبا، فلما قال ذلك قالت له أخته إنا نخشاك عليها. قال لها لا تخافي، وحلف لها بآلهته لا يردنها إذا قرأها. فلما قال ذلك طمعت في إسلامه، فقالت له يا أخي إنك نجس على شركك، وإنه لا يمسها إلا الطاهر فقام عمر واغتسل فأعطته الصحيفة وفيها طه فقرأها، فلما قرأها قرأ منها فضرا قرأ سورة طه قال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. فلما سمع ذلك خباب خرج إليه فقال له يا عمر والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإني سمعته أمس وهو يقول اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم ابن هشام أو بعمر بن الخطاب، فالله الله يا عمر. فقال له عند ذلك فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم أو فأسلم، وذكر الحديث. يعني هذا الحديث رواه أبو يعلى الموصلي وفي سنده يعني كلام ومقال كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص، وقال الدارقطني تفرد به القاسم ابن عثمان وليس بالقوي، وقال البخاري له أحاديث لا يتابع عليها. جاء أيضا أثار عن الصحابة، عن سعد جاء أنه أمر ابنه بالوضوء لمس المصحف، وعن ابن عمر أيضا مثله، وعن عبد الرحمن بن زيد أو ابن يزيد قال كنا مع سلمان فخرج فقضى حاجته ثم جاء فقلت يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات، قال إني لست أمسته إنه لا يمسه إلا المطهرون، فقرأ علينا ما شئنا. وصححه الدارقطني. الشاهد أن هذا من حديث سلمان يدل أيضا على أن مذهبه أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذه الأثار عن الصحابة اشتهرت ولم يعرف لها مخالف في عصرهم، فقال بعض العلماء ان هذا اجماع سكوتي، وطبعا الاجماع السكوتي مختلف عليه كحجة بين ائمة الفتوى. اما القول الثاني في هذه المسألة وهو القول الظاهرية فهو انه يجوز مس المصحف للمحدث من غير فرق بينما اذا كان الحدث اكبر او اصغر، يعني حتى الجنب يجيز الظاهرية ان يمس المصحف، يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلامنا الآن في إيه المحدث حدث أصغر، أما الجنابة فإن شاء الله نكملها الحلقة القادمة. استدل الظاهرية أو ابن حزم بحديث ابن عباس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى هرقل عظيم الروم وقال له فيه أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا حديث متفق على صحته. قالوا إن هذا الرسالة
تضمنت يعني آيتين من القرآن الكريم، وهذه الرسالة كانت تتسلم إلى هرقل، وهرقل مشرك نجس، يجمع بين النجاستين، يجمع بين نجاسة الشرك وبين نجاسة الجنابة. وهو لما يتسلم هذه الرسالة من الرسول عليه السلام كان سوف يمسها، وأجاب العلماء المانعون عن هذا الاستدلال بوجهين: الأول أن القرآن المشار إليه إنما قصد به النبي عليه الصلاة والسلام المراسلة، والآية في الرسالة أو كتاب فقه أو نحوه لا تمنع مسه، ولا يصيب الكتاب ولا يصير الكتاب بها مصحفا ولا تثبت له حرمته. يعني مجرد كتاب أو رسالة، كتاب فقه أو تفسير أو رسالة تحتوي على آية أو آيتين أو مجموعة من الآيات، هذا لا يجعل هذا الكتاب يسمى كتاب مصحف، لكنه كتاب فيه آيات من القرآن، فهذا ليس له نفس حرمة المصحف. الأمر الثاني أن مس القرآن إذا كان لمصلحة كالدعوة إلى الإسلام لم يحرم لما تضمنه هذا المعنى، وعليه يحمل هذا الحديث. فهذه الرسالة اشتملت على أشياء غير الآيتين، فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب الفقه أو التفسير فإنه لا يقصد منه التلاوة. ونص الإمام أحمد على أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة لمصلحة التبليغ، وقال به كثير من الشافعية، ومنهم من خص الجواز بالقليل يعني كالآية أو الآيتين. وقال الثوري: لا بأس أن يعلم الرجل النصراني الحرف من القرآن عسى الله أن يهديه. هذا بالنسبة لاستدلال الظاهرية وبينا ما فيه. القول الثالث أنه يجوز مس المصحف بظاهر الكف دون باطنه، هذا قول الحكم محمد، قال أن يجوز الإنسان يمس المصحف بظاهره، بظهر كفه لا بباطنه. قال لأن آلة المس هي باطن اليد، هذه باطن اليد هو الذي يمس به، فإذا حملت المصحف بظهر كفك فلا يطلق عليه مسسته، فينصرف النهي إلى إيه؟ إلى لمس المصحف بباطن الكف. وطبعا هذا غير صحيح، هذا قول مرجوح، لأن كل شيء لاقى شيئا فقد مسه، كل شيء لاقى شيئا فقد مسه. أيضا استدلوا بأن الصبيان، ما زال الصبيان يحملون الألواح التي يحفظون فيها القرآن وهم محدثون، دون أن ينكر ذلك عليهم، وحملهم مس لها وهو مس للقرآن، وأجيب بأن هذا الحمل للضرورة، وما كان من هذا القبيل لا يصلح لبناء الحكم عليه، ناهيك أن المنهي عنه هو مس المصحف، وهذه ليست مصحفا. الصبي لما يكتب على اللوح بعض الآيات هل أصبح اللوح هذا مصحفا؟ له حرمة المصحف، هذه واحدة. ثانيا أن هذا هو سن تعلم القرآن بالنسبة للطفل، يعني الطفل يكون عنده قدرة يعني أوسع على حفظ القرآن وهو صغير، فإذا منعناه لأنه محدث أو لا يوجد منه النية مثلا في الطهارة، فمعنى ذلك أنه يحرم من تعلم القرآن، فأجيز لضرورة التعلم، بالإضافة إلى أن فضلا عن ذلك كله أن هذا ليس قرآنا، الألواح التي تتضمن الآيات ليست قرآنا. نعم. نعم. فخلاصة الكلام يعني والله أعلم أن أولى الأقوال بالصواب في هذه المسألة الحساسة هو القول الأول الذي يمنع غير المتطهر من مس المصحف. وتأملوا الفرق، في فرق بين مس المصحف وبين قراءة في القرآن. يمكن أن تقرأ في القرآن وأنت غير متوطئ، تقرأ قراءة، يعني لو واحد تاني فتح لك المصحف مثلا وأنت قرأت منه دون أن تمسه ما في بأس، حتى لو لم تكن متوطئا، أو سمعت عن ظهر قلب أيضا لا بأس من قراءة القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحواله، فالإنسان يذكر الله حتى لو كان يقرأ القرآن وهو غير متوضئ، ما فيها شيء. مسألتنا ليست في قراءة، القراءة بالنسبة للجنب هذه اللي فيها كلام سنقوله إن شاء الله، لكن المحدث اللي هو غير متوضئ يقرأ القرآن ما في بأس، يستحب طبعا أن يتوضأ قبل أن يقرأ القرآن، لكن إلا بيتوضأ لسبب أو لآخر ما يؤثر، ليس عليه إثم، بل يقرأ القرآن لكن بدون أن يمسه، بدون أن يمسه ببشرته أو بأي موضع من جسده، فهذا كله مس. وما في شك أن الدلالة في الآية كما ذكرنا فيها نظر كما ترون، ليست يعني قاطعة ولا فيها نص ولا ظاهر،
كذلك أيضا الحديث القاضي بعدم الجواز هو حديث أبي بكر بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهرا أيضا لا يخلو إسناده من مقال، إلا أن القاعدة عند المحدثين هي العمل بالحديث الضعيف إذا تعددت طرقه بحيث يرقى بها لدرجة الحسن لغيره، بشرط ألا يكون في هذه الطرق متروك أو كذاب. قال الألباني حفظه الله بعدما ذكر الكلام في تصحيح الحديث، قال: وجملة القول أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف، ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شيء منها من اتهم بكذب، وإنما العلة الإرسال أو سوء الحفظ. ومن المقرر في علم المصطلح أن الطرق يقوي بعضها بعضا إذا لم يكن فيها متهم، كما قرره النووي في تقريبه ثم السيوطي في شرحه. وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث، لا سيما وقد احتج به إمام أهل السنة أحمد بن حنبل كما سبق، وصححه أيضا صاحبه الإمام إسحاق ابن راهويه، فقد قال إسحاق المروزي في مسائل الإمام أحمد: قلت، يعني الإمام أحمد، هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال: نعم، ولكن لا يقرأ المصحف ما لم يتوضأ، يعني لا يمسه، المقصود لا يمسه، لكن لو واحد فتح لك المصحف واحد متوضأ هو اللي فتحه لك وبيقلب لك الصفحات ما في بأس، انت بتقرأ بعينك، المهم انك لا تمسه وانت غير متوضأ. وقال إسحاق كما قال لما صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، وكذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين. ومما صح في ذلك عن الصحابة ما رواه مصعب ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص، يعني كأنه كان بيسمع له ويمسك له المصحف، كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، يعني حك جلده يبدو، فقال سعد: يعني لعلك مسست، يعني لعلك مسست يعني العورة. قال: فقلت: نعم. فقال: قم فتوضأ. ثم رجعت. هذا رواه مالك والبيهقي وسنده صحيح عن سعد بن أبي وقاص. فهنا لما علم سعد أن ابنه نقض وضوءه بمس يعني العورة كما بينا من قبل، أمره أن يقوم فيتوضأ حتى لا يمسك المصحف وهو غير متطهر. فعموما يعني عامة أهل العلم فهموا هذا المعنى، وهو عدم جواز مس المصحف للمحدث، ولم يوجد خلاف لهم إلا ما هو معروف عن يعني داود وتبعه في ذلك ابن حزم. ولهذا قال ابن قدامة: ولا نعلم لهم مخالفا إلا داود فإنه أباح مسه. هذا فيما يتعلق بالحديث الذي استدل به المانعون. أما الآية فلا ريب أن الآية دلالتها محتملة، على ما قدمنا، لذا أن الاستدلال بها على المنع هو الأظهر، وذلك لأمرين: الأول قوله تبارك وتعالى: تنزيل من رب العالمين، فهذه قرينة ظاهرة في أن المراد به المصحف الذي نزل بالفعل إلينا. الأمر الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف إلا طاهر، فهذا خاص مرجح لأحد الاحتمالين. صحيح الآية محتملة، لكن أتى الحديث فرجح الاحتمال أنها إيه؟ أنها مقصود بها المصحف الذي بأيدينا كما يعني أشرنا من قبل. فهذا يعني باختصار بعض ما يتعلق بقضية مس المصحف، وبقي في هذه المسألة شيء من التفصيل أيضا فيما يتعلق ب يعني حمل أي شيء فيه قرآن غير المصحف، وهل يجوز حمل المصحف بالعلاقة أو الحمالة أو في قماش أو غير ذلك، ومس الجنب للمصحف أو وقراءته أيضا إياه، ومس الحائط للمصحف وقراءته إياه. إن شاء الله نتناولها الأسبوع في الحلقة القادمة يوم الاثنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.